عندنا حدث أكبر، حدث أصغر. حدث أكبر يكون بالاغتسال، وذكرنا أن الاغتسال عندنا اغتسال مستحب كامل واغتسال مجزئ. نعم، الاغتسال المجزئ أن ينوي، يسمي، يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق، مجزئ. اغتسال كامل مستحب، يغسل الفرجين ثم يغسل اليدين، يسمي، يتوضأ وضوء الصلاة حتى يصل إلى رأسه، يرويه بالماء، ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم يغسل رجليه. هذا اغتسال مستحب أو كامل. هذه أنواع الاغتسال.